ده صابر. اتفضل. استاذ وصل السيد شيرازي. خليه يقعد بقاعة الاجتماعات، أنا جاي. حاضر استاذ. ايه يا صابر، كيف صحتك؟ الحمد لله منيح بفضل مساعدتك. استاذ إذا كان معك وقت بدي أحكي معك بموضوع بخصوص زاهين. ما اللي هو ليش ما رجع سارة اليوم؟ ما خبرتك سارة باللي صار اليوم؟ هي فصلت ابني زاهين من الشغل. شو قلت؟ لا تكلم لحد ما تلاقي شوفير تاني استاذ. أنا رح وصل سارة بنفسي على جامعتها. معلش بأسبوع لأعمل العملية. تمام عمي صابر، بس بدي أسألك ليش سارة فصلت زاهين من الشغل؟ شو القصة؟